نعم، فرغنا من مسائل الأذان، ثم بعد ذلك يعني أحكام صلاة النفل. نعم، فصل في صلاة النفل. النفل ما معنى النفل لغة؟ الزيادة، نفل بمعنى زاد. ثم وشرعا ما يثاب على فعله، شرعا النفل معناه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هكذا. ما يثاب على فعله يدخل فيه الواجب أيضا، الواجب يعني يثاب على فعله، لكن يثاب على فعله الواجب والمندوب كلاهما. فإذا لله الترازي عن الواجب ماذا قال؟ ولا يعاقب على تركه. أما الواجب يعني يعاقب على تركه. ثم وهذا معنى النفل، وهناك عبارات مترادفة للنفل، هذا الذي يقول ويعبر عنه بالتطوع والسنة والمستحب والمندوب، هكذا ذكر أربعة من العبارات، مجموع خمسة. فكذلك عند الفقهاء عبارات أخرى، الحسن، المرغب فيه، الأولى، وهي كلها مترادفة. وكذلك الإحسان أيضا، ذكر علي شبرام اللسي في شرح الورقات والإحسان. فإذن إحسان، حسن، مرغب فيه، أولى، كذلك يعني مندوب، مستحب، سنة، تطوع، نفل، كل هذا بمعنى واحد. وهذا كلها بمعنى واحد عندنا معاشر الشافعية. أما عند بعض الفقهاء هذا يعني يختلف، الاستحباب والمندوب يعني يختلف، هذا السنة يعني سنة مؤكدة، هكذا اختلاف. يعني ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يواظب يعني يعبرون بالاستحباب والمندوب، هكذا عندهم. عند بعض الفقهاء اختلاف بين معاني هذه الكلمات. نعم، ثم وثواب الفرض يفضله بالسبعين درجة، هذا الفرق بين يعني الفرض والنفل، بالثواب، ثواب الفرض يفضله يعني يزيده، يزيد على ثواب النفل بكم درجة؟ بسبعين درجة، كما في حديث صححه ابن خزيمة رحمه الله، هكذا ورد في حديث. ثم وشريع، ما هي حكمة تشريع النوافل زيادة على الفروض والواجبات؟ هل حكمة يبينها المصنف؟ شريع يعني النفل مشروع ليكمل نقص الفرائض، يعني لو وقع شيء من النقص في الفرائض يجبر يكمل أين بما بهذه النوافل. النقص يعني الخلل الواقع فيها للترك خشوع وتدبر قراءة، هكذا. فإذا رجل صلى الفرض لكن فاته الخشوع، أو يعني فوقع فيه خلل بسبب الترك التدبري، وهذه النقائص ليس لا يراد بالنقائص يعني الخلل المبطل للصلاة، الخلل المبطل للصلاة لا يراد به. ثم هذا في الدنيا والآخرة جميعا، وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما ترك منها لعذر كنسيان، كما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، نص عليه يعني. وهذه النوافل تقوم مقام ما تركه من الفرائض. نعم، كيف ترك؟ بنسيان، يعني بعذر. مثلا هذا نسي
صلاة ظهر ثم لم يتذكر حتى يموت. لو تذكر يجب عليه يعني قضاؤها، يجب القضاء، نعم، لكن وهنا لم يتذكر حتى يموت. فإذا هذا رجل مات وعليه صلاة فرض كيف يجبره؟ نعم، هو صلى في حياته كثيرا من النوافل، ويؤخذ من هذه النوافل ويقام بهذا المتروك من الفرائض. نعم، هذا في الآخرة لا في الدنيا. نعم، في هذا الدنيا يعني إذا تذكر يعني يجب، يجب أن القضاء. نعم، ثم والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين، ففرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل، ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم. هذا يعني التفاوت في الفضيلة بين النوافل. الصلاة أفضل العبادات البدنية، فرضها أفضل الفروض، نفلها أفضل النوافل، هكذا. لكن هذا بعد الشهادتين، فإذا الشهادتان هي أفضل يعني بالإطلاق. ثم وهذا أفضل العبادات البدنية بعد الشهادتين، ليس بعد الشهادتين فقط، بل بعد العلوم أيضا، بعد الاستغلال بالعلم أيضا، كما فصل ابن حجر رحمه الله في التحفة عند قول المنهاج. وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، هكذا ذكر عن الاستغلال بالعلم. الاستغلال بالعلم هو أولى ما أنفقت به نفائس الأوقات. فإذا هناك بين أن الاستغلال بالعلم يعني الفرض هو يعني أفضل الفروض، كذلك النفل أفضل النوافل. فإذا بعد الشهادتين وبعد الاستغلال بالعلم يكون أفضل العبادات البدنية الصلاة. نعم، هكذا الصلاة أفضل العبادات البدن، عبادات البدن بعد الشهادة، يعني ففرضها يعني فرض الصلاة أفضل الفروض، ونفلها نفل الصلاة، نفل الصلاة أفضل النوافل، كلاهما بعد الإلمناء، ويليها الصوم بعد الصلاة الصوم، ثم الحج ثم الزكاة على ما جزم به بعد. نعم، هكذا الترتيب، جزم به بعد الأئمة. وقيل أفضلها الزكاة، يعني أفضل عبادات البدن الزكاة، هكذا قال البعض. وقيل الصوم، عند البعض الصوم هو أفضل عبادات البدن، وعند البعض الحج، قيل الحج وقيل غير ذلك. نعم، هذا خلاف واسع. والخلاف بالإكثار من واحد عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر، وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين وصلاة. نعم، وهذا الخلاف ليس على الاطلاق، بل هذا بالنسبة إلى الإكثار. فإذا رجل هل يكثر يعني الصلاة، أو هل يكثر الصوم، أو هل يكثر الحج، يعني عند تعارض، ويقتصر على الآكد من كل، يقتصر على الآكد، على المؤكد من الصلاة والصوم، وكذلك يعني الحج والصدقة، وهكذا يقتصر على المؤكد، ثم يريد أن يكثر واحدا منها، من الصلاة والصوم والحج والعمرة، هكذا يريد أن يكثر واحدا، ما هو الأفضل؟ هذا هو الخلاف. فإذا قالوا يعني الصلاة هو الأفضل، يقتصر على الآكد من كل هذا النوع، ثم بعد ذلك يكثر. نعم، والخلاف بالإكثار من واحد أي عرفا، أي عرفا يعني الإكثار عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر. نعم، وإن لم يكن الخلاف هكذا، فصوم يوم أفضل من ركعتين. لماذا؟ هذا الصوم يتحقق بتمام نهار، يعني صوم يستغرق نهارا تاما، أما ركعتان من الصلاة
هذا يعني 3 دقائق أو 5 دقائق، أو يعني لو طول ممكن يكون ساعة أو ساعتين، أستغرق ساعتين فقط. إذن هذا طول أو الصوم، يعني ما هذا الرجل يباشر طول نهاره بهذه العبادة، لذلك هو صار أفضل، هذا لا يشك فيه. نعم. وصلاة ثم وقس على هذا. نعم. فإذن هو قال أفضل عبادات البدن، بدن يعني يدخل فيه اللسان، وكذلك العبادات المالية أيضا. البدن في بعض الأحيان يكون احترازا يعني عن اللسان، البدن يراد به الجوارح، يحترز عن اللسان والمال، لكن وهنا ليس كذلك، بل هنا عبادات البدن، البدن شامل للسان والمال. لذلك حينما حكى هذا الخلاف قال وقيل أفضلها الزكاة، فإذا الزكاة داخلة في عبادات البدن. لماذا؟ البدن شامل للمال، فإذا البدن يحترز به عن القلب فقط، البدن يقابله القلب، فإذا الإيمان هو أفضل، كذلك المحبة، وهكذا يعني كثير من عبادات القلبية، الإيمان، المحبة، وكذلك يعني الإخلاص، وهكذا كثير من العبادات. وهذه العبادات يعني بالنسبة إلى عبادات البدن، العبادات القلبية أفضل يعني بالجملة، في الجملة هكذا. ثم بعده يبين يقسم صلاة النفل. وصلاة النفل قسمان، قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض، ثم قسم يعني تسن له الجماعة. وهذا لا تسن له الجماعة، لا تسن له جماعة، ذكر يعني بالتنكير، وهذا النكرة يعني وقعت في حيز النفي، لا تسن جماعة، معناه لا تسن جماعة أبدا. فإذا الوتر لا يدخل في هذا القسم. لماذا؟ الوتر يسن فيه الجماعة في النصف الأخير من رمضان. نعم. كالرواتب، لا يعني مصنف ذكر على العكس، لا مصنف أدخل الوتر في هذا القسم، عنده تأويل آخر. نعم. لا تسن له جماعة يعني جماعة مستمرة، هكذا الجماعة يعني الجماعة المشروعة دائما هي المستمرة، يعني الجماعة مثل المكتوبات. فإذا يعني هذا صلاة الوتر يمكن إدخاله في هذا القسم وفي القسم الآخر، يعني كما قلت أولا وهو داخل في قسم يسن فيه الجماعة. لماذا يسن فيه جماعة في النصف الثاني من شهر رمضان؟ لكن لو ذكرنا معنى هذا القول لا تسن فيه جماعة على صورة مستمرة، فالوتر داخلة في هذا القسم، يعني لا يسن فيه جماعة. فإذا الوتر بالنسبة إلى الوتر احتمالان، يمكن أن يعد في قسم تشرع فيه الجماعة وفي قسم لا تشرع فيه الجماعة، هكذا كالرواتب التابعة للفرائض. نعم. راتب يعني دائم، الذي يدوم عليه صاحبه يقال له راتب. ثم وهي ما تأتي آنفا يسن